هو فين يا بندق؟ ابو كبات الله دي نام. عمر ايه ده؟ هو مش انت ال ايوه انا. اتفضل اقعد اقعد بس. محسوبك خميس العطر. وبيني وبينك النمره اللي عملتها في المطرح ما عجبتنيش. دول ناس تقيله يا عمنا، وفتحه الصدر معاهم ما تنفعش، دول ياكلوك. انت بقى جاي لي لحد هنا عشان تقول لي البقين دول؟ وعرفت مكان ازاي اصلا؟ سيبك من كل ده، خلينا في المهم. وايه بقى المهم؟ انت راجل طيب وابن حلال، عشان كده ربنا وقعني في سكتك. انا جاي لك في مصلحه ليك وليا، ولو وافقت انت الكسبان. وافقت على ايه؟ ده رقم، كلمني بكره واقول لك تجيلي فين. اجيلك ده ايه؟ مش فاهم حاجه، هو في ايه؟ ركع الصبر وما تستعجلش على رزقك، كله باواني. لما تكلمني وتجيلي ونتفق هتفهم في ايه. مش بقول لك انت ابن حلال؟ طب اسمع بقى، انا مش هروح في حته ولا هتعتع من مكاني الا لما افهم الاول انت عايز مني ايه. انا هريحك وهدي لك امار، انا معايا اللي بتدور عليه. ايه؟ نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجه تفوتك.